تشاكو موجودين في الفريق الاساسي، خمس لعيبه وجوه شابه. اللي لاحظناه النهارده ان اللعيبه الوجوه الشابه الصاعده هي اللي كانت بتحاول مستوياتها اعلى، زي زياد طارق، زي مغربي في الدفاع. Today you have the opportunity to meet young players next to old players or experienced players. So the young players give effort and was the best player in the pitch, the young one, like Ziad Tore and like many of them. طب ده فين سؤال؟ هل ده في حافز عند اللعيبه الشابه ان هي تقدم حاجه وتعرف نفسها للجمهور عكس اللعيبه؟ It's good for the young players because they have motivations to show themselves. The situation that we are facing at this point in time, where we have players in the AFCON and where we have the senior players who are here out with corona. الموقف في الوقت الحالي ان عندنا لعيبه كبيره مع المنتخب الوطني ولعيبه برضو كبيره بس متغيبه بسبب الكورونا. Created opportunity for these young players. ادت فرصة للشباب الصغيرين ان هم يشاركوا. That's why they say behind every closed door there's an opening. زي ما بيقول يعني رب الدارات ده فعلا بقول كل باب مقفول فيه فرصة. So these players to me they're not new players. بالنسبة لي دول مش لعيبة جداد بالنسبة لي واعرفهم. Because I train with these players all the time. بتمرن معاهم بيشاركوا بخليهم يشاركوا في التمرين معايا بشكل مستمر. All the time they're with me. على طول معايا في التمرين. But not all of them of course. طبعا مش كلهم معظمهم يعني. But also for me to spend time at Nasser City. لما اروح بنية نصر اشوف قطاع الناشئين محاضرة التدريبات. Four days I spent time with them at Nasser City gave them confidence. هو راح قضى وقت في فتره التوقف احد اربع ايام قضاه في مدينه نصر مع قطاعات ناشئين مع كل الفئات العمريه الناشئين عشان يديهم ثقه ويشوفهم في مره. And we must not look at it as the first team only. We must look at it that all these players who came up they've created a space in their own team for the younger ones to go up so everybody has a chance to go up. فكره بص بس اللعيبه الفريق الاول بس بص الفرقه بتطلع بتدي فرصه لغايه تطلع وزي بتفرز لعيبه ثانيه تغذي الفريق الاول دي فرصه الناس كلها تطلع وتاخد فرصه مشاركه. Because I think their coach also has to tap from the 17 year olds to come up and play. هم حتى الفئات دي برضو المدربين بتوعهم بيفكروا ياخدوا من الفئات الاقل منهم 17 سنه ويطلعوا ويصعدوا عشان ياخدوا فرصه ويشاركوا. So as much as it's a difficult week for us but it's a good week for us because everybody the younger players all everybody moved up. وبالنسبة كان في صعوبة أو كان مش ضعيف بالنسبة لنا بالنسبة للتشكيل أو اللعيبة المتاحة بس حاجة كويسة لأن دي فرصة ناس كتير تطلع وتظهر نفسها تلعب وتشارك. We are not complaining. ما نشتكيش من حاجة. Is the situation. ده الموقف يعني الحالي الموجود. And we face the situation. وإحنا واجهناه وتعاملنا معاه. Very difficult situation. كان موقف صعب جدا بالنسبة لنا. For me one of my most stressful matches. واحد من أكثر الماتشات الأكثر عصبية بالنسبة لي. لأن ضغط عليهم في خلال حياته كلها. Because some of them came two days back, one day, two days back. في بعض اللاعبين جم من يوم أو يومين بس انضموا لينا ما كانوش موجودين معانا. Didn't even have time some of them to train with them. حتى في بعضهم الناشئين ما كانش عنده وقت حتى يمرنهم يعني يدربوا معاهم. I think good opportunities for these boys to show what they can. Like Manu. For me, my man of the match. فرصة كويسة يا شباب نشوف إمكانياتهم إيه، يعني مثلا بالنسبة لي مانو كان بيدرب رجل المباراة النهاردة. مغربي. So opportunity for them to go to play on loan with the other teams. فرصة ليهم إن هم يظهروا ممكن يطلعهم إعارة يلعبوا مع فرق تانية عشان ياخدوا زمن مشاركة. أوكي، مين فين عايز يسأل؟ اتفضل. هارد لك النهاردة. حابب أسأل حضرتك. هارد لك. هل أنت راضي عن نتيجة المباراة النهاردة؟ Are you happy for the result of the game of tonight and of today and what do you think about the level of Shobir? No, I can never be happy with a draw. طبعا مش ممكن اكون مبسوط بسؤال ما اعرفش 70 ولا لا بيقول هارد لك ويا ترى انت راضي عن اداء النهارده عن تكت النهارده ولا لا وتقييمك لشوبير فبيقول انا طبعا كمدرب مش ممكن اكون راضي ابدا عن التعادل لان الاهلي المفروض يكسب بصرف النظر بيشارك بلعيبه صغيرين ولا كبار احنا عندنا دايما الهدف بتاعنا ان احنا نكسب وكان عندنا برضه فرصه ان احنا نكسب النهارده. Yes, Shubair, it's about time he gets opportunity. Let's see his level. وبعد فرصة برضه شو بياخد مشاركة نشوف مستواه نوقف على مستواه الحقيقي. And I think
you can tell, you can judge. انت ممكن حتى بنفسك تحكم، شوف مستواه النهارده كان كويس ازاي. الاداء هو اللي بيحكم، الاداء في الملعب هو اللي بيرد على سؤالك. لعب كويس قوي النهارده، ادى كويس جدا. عشان المفروض احافظ على علي لطفي. عشان لا قدر الله كابتن شناوي اتصاب. مين هيلعب معايا في كاس العالم؟ موقف صعب جدا. بس فرصة برضو نشوف اللي عندنا المتاحين عندنا. اوكي؟ طب اخر سؤال، اتفضل يا فندم. كنت عاوز اعرف بس يعني السؤال يوصل. مش فاهم سؤال يوصل ايه؟ يعني هو ليه معنى؟ يا ريت بس هو يفهم ان شاء الله. هو بدرجة كام في المية الجهاز المعاون بيشارك في اختيار اللعيبة؟ سواء في ماتش النهاردة أو الماتشات اللي فاتت؟ وبنسبة كام في المية الجهاز الفني بياخد برأي الجهاز الفني وممكن يشارك لعيب بناء على رغبة الجهاز المعاون؟ ذا كويشن. طب اوكي فهمت، حاضر. الموضوع سؤال بس حسيت سؤال فهمته. اصل حضرتك بتقول هتحاول تفهمه وانا فهمته، سؤال سهل مش مفيش حاجه. How many percentage, I wonder percentage, how much you give the opportunity to your staff to know their opinion, your staff members, the technical staff. What about the choices? You give the floor to the technical staff to know the opinion about the team, about the players, for how much, and if you give the opportunity or not. You want to, you know, your cooperation. I just don't understand. حاجة اشرح يعني. الجهاز الفني. حاجة بتقول بتديه فرصة قد إيه إن هم يعني يشاركوا معاك في الاختيارات، في the choice of the players. You give them the opportunity to share with you the choice of the players. My staff. Yeah. Of course. They know these players better than me. How many percent? The question. How many percent I give them? The choice in the starting team. In the starting team, yeah. I think we should check how many times Sammy comes to me and talk to me on the line. حضرتك بتشوف اللي بتتفرج في الماتش، شوف كابتن سامي بيتكلم معاك كم مره وقت الماتش، ده معناه انه بياخد. You can check the percentage. He's asking about before the game, coach, for the putting the starting list. You take the opportunity to give them the choice and the chair with together. We make the starting list from training. احنا بنعمله، بنقعد مع بعض في التمرين. Every day. بنحط كل تمرين بنقعد نعمل تحديث تحديث ونشوف مين الافضل وكده، في الاخر بنقف مع بعض على كل ده. مش سؤال حاجه تقول انت دكتور اقول دكتور. طب ده مش سؤال حاجه سالته بتتعاون ولا لا؟ قال لك اه بتعاون. I make the final decision. I'm the head coach. انا ليه هو مريض. ده مش سؤال عن الماتش اصلا، ده مش سؤال عن الماتش مبدئيا. I listen to them. ما قال لحياتك بنقعد مع بعض ونحط، ما هو جاوب على حياتك. How many percent? Do you know the percentage? The choices that of today. You want the number? عايز عدد عدد. The percentage, the choice. I don't know. ما سؤال. I don't know. Very difficult, my friend. How many times Sammy speak to me? I speak to you. هحسبها ازاي؟ كم مرة كابتن سامي جه يتكلم معايا؟ لا مشكلة. هيك فاهم؟ اتفضل يا فندم. Let me tell you something. عايز اقول لحياتك حاجة. I listen to my technical team. بيستمع للجهاز الفني، اعضاء فريق الجهاز الفني. وممكن يسمعهم حتى بشكل منفصل، يسالهم هو بيديهم، بيهتم وبيسمع رايهم. I say no. احيانا بقول لا على رايهم. Sometimes I say no and maybe they are right. وساعات بقول لا، وبرضه يكون ساعات بيكون عندهم حق. They are right. ولما يكون عندهم حق. I go back to them and say ah you were. برجع له اقول له انت كان عندك حق، انا كنت غلطان، جيت كنت خدت بحق يعني. okay. برايك كده. But I must be more right many times than them. Eh? بس انا بكون اكتر رايي صح اكتر منهم. Otherwise they are the head coach. مكاني لازم اكون انا كمدير فني، لازم اكون الراي اصح منهم في معظم الاوقات، يا اما هم ياخدوا مكاني كمدير. اخر سؤال. Last question. ناوي بعد كده هتعتمد على اللعيبه الشباب. You give the opportunity to the young players in the future. ده على البطوله دي في المساحه كاس الرابطه. For the next games in the cup leagues you give the opportunity to stay to keep your. هم دول هيلعبوا البطوله دي. ما عنديش لعيبه ثانيه. شحات. So you think the players are here and I don't play them؟ ما في كل لعيبه متاحه عندي وما لعبتهاش، ده متاح عندي في الوقت الحالي. مش هو بيرد حاجه بيقول لك ده المتاح عندي. هم دول في ناس تعبانين عندهم كورونا، في ناس غايبه عشان تعب، فهو ده المتاح عنده، ده اللعيب وده القوام المتاح بالنسبه له. يعني لو اللعيبه كتير. If they return back coach. You must understand something. Okay. I had corona. هو كان عنده كورونا قبل كده. Okay. I stayed here in the hospital. واتحجز في المستشفى هنا. 10 days. قعد 10 ايام محجوز في المستشفى. Okay.
and maybe if you didn't have an experience of having corona, it's easy to talk. ممكن لو كانش عندك خبرة إن جات لك كورونا قبل كده ممكن تتكلم بسهولة. لما بترجع من الكورونا بعد ما بتفقد وزن وقوة بتفقد بتكون فاقد قوة. Okay, I came back from corona and the next day I had a match. أنا رجعت من الكورونا وكان تاني يوم عندي مباراة. كنت منهك تماما. ما كنتش بجري حتى كنت تعبان كان باين عليا. كنت تعبان جدا كنت. So when the player comes back from corona. فلما بترجع لي من كورونا تعبانة. وطلع سلبي اوكي ما عندوش كورونا خاص هو سلبي بس رجع لسه بالكورونا. ما تفتكرش ان تاني ماتش هقدر العبه على طول لسه راجع من كورونا. لأنه فاقد وزن. شوف طاهر شكله دلوقتي. اعتقد فقد 6 كيلو خس 6 كيلو. عبد القادر. احمد عبد القادر نفس الموضوع. 5 4 كيلو وزنهم قالوا عنده 5 4 لعيبه سوري. غايبين لازم يبقى كويس ويرجع كويس يلعب. We can then make them fit. لما يبقى كويس بنجهزهم بجهز. First well. يبقى كويس أول حاجة. جاهز بكده يتمرد وجهزه عشان ماتش يبقى جاهز المباراة باخد فرصة فورمة المباراة يلعب. I don't want to have a case of a player who collapsed. And I played him. I pushed him to play, and the player collapsed. أنا مش عايز برضو حد يلعبه ينتكس أو يحصل له أي مشكلة عشان أجبرته إنه يلعب ويسا يرجع متعبان. هقول إيه لو انتكس هقول إيه لعيلته يعني. ما أقدرش ياخد المخاطرة. لازم أكون حريص. شفت الحياة اللعيبة اللي حصلت لها كده بكده النهارده؟ لازم تعرف اعمل بحث كده وشوف اللعيبة اللي رجعت بكورونا وفي سجاية تنسي. ما بقاش أقول خلاص سلبي العب تاني يوم. يبقى جاهز نلعب ما ينفعش. ممكن ينتكس. محتاج وقت. So it's very difficult situation. موقف صعب جدا طبعا. Because corona is on the rise in Egypt. لأن الكورونا بتزيد في مصر. It's a fact. لا. And I don't need anybody to tell me. I see my players have got corona. مش حد يجي يقول لنا لعيبة جاله كورونا بسبب. Okay. Good luck. Yeah, thank you. These boys are 18 years. الشباب لعبوا النهاردة 18 17 سنة أعمار صغيرة 19 سنة صغيرين. And they fought hard. وبيحاولوا بيكافحوا في الملعب. They also played 10 minutes. في لعب 10 with one player less ولعبنا 10 دقايق ناقص لعيب لما صلاح تعور وخرج قدام فرقه بتلعب بكامل نجومها كامل نجومها اعتقد الاداء كان عظيم النتيجه طبعا ما كانتش مرضيه طبعا كلنا عايزين نكسب اوكي this tournament just give us a break البطوله دي بس ناخد راحه يعني ناخد راحه عايزين نعد الفريق لكاس العالم البطوله دي بس برضه هيفضل قصار جهدنا عشان نحترم شعار النادي نحترم كل الناس if you want me to promise you that I will win this tournament very difficult لو عايزني اوعدك ان اكسب البطوله دي صعب انا عايز اكسبها طبعا مين في الدنيا مش عايز يكسب مش عايز يكسبها